ومثقفه وكتامن بجميع حريه التعبير. امريكا دوله عظمى من ناحيه ديال الانتاج و زعما مهمه عندها كبيره. امريكا هي الحلم اي مغربي باغي يمشي لها باش يحقق الامنيات ديالو. الامريك فورس ايكونوميك هي اللي شاده العالم، هي كل شيء. امريكا من الدول المتقدمه الا ما قلنا انها هي رائده العالم في القرن 21، والمغرب هو اول بلد اعترف بامريكا ودار معها علاقات دبلوماسيه. هي من الدول الرائده عالميا، دوله عظمى اقتصاديا وصناعيا. هي اللي شاده العالم كامل، الصور صورها كل شيء ديالها. امريكا دوله اقتصاديه، دوله علمانيه، ودوله اللي تلا دابا العالم. امريكا هي دوله متقدمه سياسيا واقتصاديا، واي واحد يمكن يمشي ليها.